أعزائي، في إطار التطور والحداثة التي تتبعها الهيئة العامة للمعلومات المدنية في جل أعمالها، قامت الهيئة بتدشين المغلف الإلكتروني والذي يعد خطوة جديدة تحسب لصالح هذه الهيئة التي لا تدخر وسعًا في أن تفاجئنا يوميًا بالجديد. لا شك أن نظام المغلف الإلكتروني يعد نقلة نوعية لآلية العمل والخدمات المقدمة من قبل هيئة المعلومات المدنية، لما يطرحه من آلية عمل جديدة مع المراجعين بالتواصل مع الهيئة. كل هذا تم إيضاحه خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم بحضور المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي. يطرح مفهوم جديد في آلية العمل بالهيئة وطريقة التعامل مع المراجعين. المفهوم الجديد أو المشروع الجديد اسمه المغلف الإلكتروني. الآن الكل يعلم أن التواصل مع الهيئة يتم من خلال المغلف. يهدف المشروع إلى تواصل المراجعين مع الهيئة من دون حضورهم إليها من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة. في الوقت الحالي اللي قاعد يصير أن المراجع يروح الجمعية يدور له الجهاز هذا عشان يدع ربع دينار ويحصل على المغلف، يروح بيتهم يملي الوثائق يحط المستندات ثم يرجع مرة ثانية للجهاز هذا ويودع المغلف مرة ثانية للحصول على الإيصال، ثم يقوم بمتابعة هذه المعاملة عن طريق موقع الهيئة بالإنترنت أو عن طريق نظام الاستعلام اللي هو الـ IVR أو مراجعة شخصيا. الهيئة تقوم بتجميع المغلفات هذه من مواقعها من خلال مندوبين ينزلون بشكل يومي، يتم تجميع هذه المغلفات، ترتيبها، وضعها في حافظات، وضعها في كراتين، ثم تسلم إلى الإدارة المعنية اللي هي إدارة تجهيز البيانات، توزع على الموظفين يقومون بإدخالها حسب طاقة العمل. هذا المشروع من شأنه تحسين آلية العمل وتخفيف الضغط على المراجعين والهيئة، وبخاصة خلال فترة النهار، ويتضمن 4 خدمات وهي تسجيل المولود وتسجيل الخدم وخدمة التجديد للكويتي والتجديد لغير الكويتي.